كل الشكر للرعاه اللي ساهموا في حضورنا كومبيتكس 2018، اومن من اتش بي، هايبر اكس، ثيرمال تيك، وسيتي سنتر دوت جو. طيب احنا الان في بوث اي داتا او الاكس بي جي اللي هي البراند الجيمنج تبعتهم، راح تتفاجئوا من الاشياء الخطيره راح تتركها بالتقرير المفصل. في عندنا رام ار جي بي بينافس اداء رامات جي سكيل وممكن اكثر، وفي عندنا رام ثاني كثير حلو ومرتب، زائد منتجات ثانيه اخرى راح تتركها كمان. انا خفان عقدي من كميه المنتجات الخرافيه اللي منزلينها اي داتا. عندكم اول ميموري كارد بالعالم 512 جيجا بايت، اسلاك كثير ديورابل، مبين عليهم ديورابل، باور بانكس بقوه تحمل، ووايرلس تشارجرز، و اكسترنال هارد درايفز ديورابل جدا، حتى الفيري سليم انحف او ارفع هارد درايفز اكسترنال هارد درايفز في العالم، اس اس ديز برضه اكسترنال اس اس ديز وبرضه عليها حمايه. هارد درايف وصل لحد 5 تيرا بايت وتحمل وزن لحد 2 طن، تطلع عليه يعني شو شاحنة؟ مش عارف، مش شاحنة يعني، السيارة ثقيلة جدا. غير بوث اكس بي جي اللي حكينا عنه، عندهم سمارت هوم سولوشنز لأشياء سمارت سماعات وروبوتس وأشياء مرتبة كثير. بوث نوكتوا أخيرا من أكثر البوث إمتاعا، لأنه منتجات نوكتوا رهيبة جدا، وما في داعي نقعد نحكي عن منتجاتهم لأنه أنتوا بتعرفوا أن كثير 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 فانز بفانز نوكتوا. وإن شاء الله أول ما رجع من كومبيتكس رح نعمل معاينات لهالمراوح والسي بي كولرز تبعتهم المختلفة. شوفوا الشركات اللي بتعرف شغلها، الشركات اللي واثقة جدا من الشيء اللي بتعمله، حاطين لايف سيت اب اللي بين درجات الحرارة لشغل. شوفوا الشركات اللي عارفة شغلها ومتأكدة منه، عارضين السي بي يو كولرز وحاطين لنا ميزان حرارة عشان نعرف بانفايرمنت، يعني زي شيء زي الكيس، عشان نعرف بالضبط شو الأداء تبعهم، سو كويس ولا مش كويس. جيمرز نكسس اللي فيكم بعرفه معطي جائزة لنكتوا، انها البراند الوحيدة بكومبيتكس 2018 اللي ما عندها ار جي بي، صراحة بيستاهلوا، وحكونا انه ما راح يعملوا ار جي بي، فهاي يلا اعطيناكم لمحة. هاي بروتوتايب او كونسبت لمروحة خرافية جدا، بتطلع هواء بدون صوت، بتوصل لمسافات بعيدة جدا. This new thing، هذا الاشي اللي هو all in one cooler تبعتهم، سماكتها جاية rugged and lock. Oops, I'm sorry. Okay, as long as it's here. طيب هاي الاول ان وان كولر الجديده تبعت الفا كول، الحلو فيها انه جاي مسكره من جميع الجهات، يعني لو تطلع من هاي الجهه الفانات جايه بلت ان، باخذ الشوت من الجهه الثانيه، هاي السي بي يو بلوك، البامب فعليا جاي هون وبيخفف عمليه انه الفيلير، لانه بتعرفوا دائما البامب الهيت بياثر على البامب ف اتفيلز وبتخرب، فوضع البامب هون اديشن كثير كويسه، وشغله انه هاي بتقدر تنفك وتركب، حتى هاي بتقدروا تشيلوها وتحطوها بمكان ثاني بعدين تستخدموها لشيء ثاني، which is a good thing. اوكي هاي الجي بي يو بلوك الجديده من الفا كول، كويس فيها انه بتبين زكينها كلها قطعه واحده، صراحه شيء اول مره بنشوفه، ومن ورا يعني شكلها غريب جدا، زائد في عندها قطعه اضافيه ممكن نركب التيوبس تصير الهي القطعه الاضافيه، لما نركبها بتصير فيرتيكال بدل ما تكون هوريزونتال، فايش كثير جميل. هذا الاشي هو راديتر بس اللون السيلفر جاي كامل، مع انه من جوا نحاس على فكره كوبر، مش الومنيوم، ومع هيك المنظر تبعه كامل بتيجي مغطيه الطاي، يعني شايفين هذا الحكي، هذا كفر فما بياثر على الاداء، بس المنظر اللي كان يصير دائما اللي كنا نشوفه هون، شايفين المنظر النحاس بطل يكون موجود، فما بنحس بهاي العمليه بهذا، فشكله كثير الطف، وبيجي بعده، في منه 240
280 and 360 قياسات كاملة. ف it's going well. إيش الثاني؟ في عندنا الانتل اوبتين شيل مش ار جي بي، ولكن بتشوف المي اللي فيه خيار كثير ممتاز. معظم الناس بركبوا انتل اوبتين مع الجي بي يو بلوك، فبدك منظر يبين مرتب، فبصفي عندك لوب اللي هي السي بي يو جي بي يو انتل اوبتين كومب ريديتر، فبصفي عندك لوب كاملة بالسيستم كله. هاي خيارات الفيتنجز الموجودة من زمان أصلا نعرف عنها، ولكن نصورها anyways.